مرحبا بكم عوانيسي ساداتي على القناة الخامجة. اليوم نخرجكم في الكوزينة. ضيف الشرف في اليوم بلا شرف مع الأسف محت معليا نجيبو بالسيف. أصاحبي احكي لنا شوية على مسارك المهني. احكي لنا كيفاه قابل روحك وترقد هاني. احكي لنا كيفاه انت راجل وتعشق فرجال. احكي لنا كيفاه حتى 106 ولا عنده الأموال. أصاحبي اسمعني مليح أما أختيس كارافيني زارتيست الحسادين غيرين لي جالو. عندكم أقدام اللي قالو تبغي راجل اللي يقلشني في الشيراتون نشري لي طوموبيل اللي دير 500 مليون كيما كان يقول شاكر. أنا يا أنوش راجل شرالي مرسيدس درامي ما يكملوش ونفري مع الأولاد الناس. صاحبي ما رانيش فهم كيف تفوت في القنوات كيف وليت بشانك وتدي في التكريمات. جيبو قوسو مينيو كل ما أطلق شانسون شيخوني في الطندنس يتبعوني لي مليون. شفنو كل إميسيون طالق قهبالي آفون جبلك البوس منفوش غير في رمضان كيما لي قلب اللوز. طلع ستوري في الكاباري نجيبلك دي مليون دوفي. شفني في كل تيفي في كل تيليفون وما في الديجافي. شفني في رمضان وتفطروا علي قبل الأذان شو تخيبال سيبا مال إي سيبا مام خوبلام. Oh shit, I think I gotta say, I quit.